هنا يتفشى الفقر والفساد الإداري والعنف الأسري. وصل فريقنا لولاية أوتر براديش شمال الهند، حيث يقطن نحو 250 مليون شخص. يقسم المجتمع في هذا البلد الآسيوي الكبير إلى أربع طبقات رئيسية، لكن رحلتنا اليوم هي للتعرف على طائفة خارج حسابات هذا المجتمع، الداليت أو الممنوع لمسهم. هي طائفة هندوسية تعد في قعر المجتمع بمقاييس الهند. يولد المنتمون لهذه المجموعة ليجدوا أنفسهم أمام حياة مليئة بالتهميش والإقصاء والانتهاكات لأبسط حقوقهم وحتى الاغتصاب. فهل يصمت الضحايا للأبد؟ تقرر سيدة من هذه الطبقة ومن مدينة باندا تحديداً أن تضع حداً لهذه الممارسات، فتؤسس عصابة، نعم، عصابة للمساكين. استطاع فريقنا في مهمة خاصة الوصول لهذه السيدة والبحث عن خلفية مجموعتها. اسمي سامبات بال، زعيمة عصابة جولابي. تأسست عصابة جولابي لنصرة النساء. المرأة تعتني بعائلتها وعائلة زوجها، إذن لماذا لا تحظى بالاحترام؟ هذا ما دفعني لتأسيس عصابة الجولابي. تشكلت هذه المؤسسة وأصبحت تعرف بعصابة جولابي في عام 2006. في يوم من الأيام رأت سامبات بال رجلاً يعنف زوجته بلا رحمة. نشدته بأن يتوقف، لكنه اعتدى عليها أيضاً، فعادت في اليوم التالي برفقة خمس نساء أخريات ومعهن عصي من الخيزران وعاقبن الفاعل بقسوة. انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم، وسرعان ما بدأت النساء في الاقتراب من سامبات بال بأعداد هائلة يطلبن تدخلات مماثلة. العديد من النساء خرجن للانضمام إلى فريقها، فقررت أن هذه الرابطة الوليدة بحاجة إلى زي واسم. هل حقاً تسعى عصابة جولابي للدفاع عن حقوق المهمشين؟ أم أن لها مآرب أخرى؟ وفي غياب القانون، هل يحق للشعب أن يتحول لسلطة مستقلة؟ تجتمع السيدة سامبات بأفراد عصابتها وجميعهن نساء بشكل دوري لمناقشة أوضاع المدينة، ليخبرنها عمن يحتاج إلى مساعدة. من غير الممكن أن تناضل دون أن تواجه بعض التحديات، وهكذا عرفنا أسماء المناضلين. ناضل غاندي كثيراً، وقتل العديد من الأشخاص الذين كانوا معه. وضحت إندرا غاندي بحياتها أيضاً من أجل المجتمع، واستشهد راجيف غاندي، وتم شنق بهجة سينغ أيضاً. وفي بلدنا يوجد الكثير من الناس، سردار بهجت سينغ وسخديف راج جورو راني لاكشمي باي كانت تنتمي إلى نفس المكان الذي نجلس فيه الآن. سيواجه المجتمع مشكلات، وإذا لم نواجهها فلن نحصل على أي شيء في العالم. الكل يعرف هذه العصابة هنا، من المشية العسكرية المنظمة وصولاً للأزياء الوردية المتشابهة والمميزة. فجولابي باللغة الهندية تعني اللون الوردي، وهذا اللون الزاهي ليس مجرد اختيار عشوائي. اللون الرسمي للعصابة هو اللون الوردي، هو رمز النساء،
ولطالما ارتبط بالمرأة، هو لون تتزين به النساء واللون المفضل لهن. لدينا الحق، الحق الأساسي، يجب أن نتعلم ونعتمد على أنفسنا ونكتفي ذاتيا. عندما يحاول الرجال إيقافنا يجب أن نعلمهم. بفضل نسبة 30% من المقاعد يمكن للنساء أن يصبحن رؤساء القرى، وهذه النسبة خصصت من قبل راجيف غاندي وليس أنديرا خلال عصر الكونغرس. نحن نقوم بذلك اليوم لأننا حصلنا على هذه الحصة. لذلك في يوم واحد سأنتقل بين القرى حيث توجد النساء في مناصب قيادية. لا توجهوا حديثكن للرجال هناك، أخبرنهم أنت لست الزعيم، إنها زوجتك. قدموا زوجاتكم أو لن تجدوا مكانا بيننا. هكذا تكون الصحوة، فقط إذا نهضنا سنعرف حقوقنا. إذن ماذا يجب علينا عمله الآن؟ في خطوات صغيرة يجب أن نناقش أفكارنا لا أن نتشاجر. اليوم أصبحت عصابة غولابي تبحث عن حلول أقل عنفاً عما اعتدت عليه في السابق. ينشدنا معاً أغاني حماسية قبل الاستعداد للانطلاق نحو الشارع. يشارك الجميع حتى الأطفال، فسامبات بالنسبة لهم تعد مثلاً يقتدى به. ينتمي نحو 1000 أو 2000 امرأة لعصابة غولابي، منهن عدد كبير من مقاطعة باندا. انضممنا لعصابة غولابي لسبب بسيط، وهو أننا نعاني من مشكلات ونريد حلها. حاولت سامبات بال المشاركة في العمل السياسي رسمياً، مما دفعها للترشح بشكل مستقل في الانتخابات البرلمانية، لكنها لم تحظى بالنتيجة التي أرادت. ورغم ذلك اكتسب أعضاء آخرون من عصابة غولابي قوة سياسية كبيرة، ففي عام 2010 تم انتخاب 21 عضواً من العصابة لمناصب البانشيات التي تشرف على القضايا المحلية مثل بناء الطرق والصرف الصحي للمياه وخطط التنمية الزراعية. أنا أستمد إلهامي من تجاربي الخاصة، ولذلك دعوت النساء لهذه المنظمة وأقوم بتدريبهن. في قريتنا يخشون الحديث، هناك بعض من يتحدثون لكن الغالبية تخشى الحديث. ماذا يمكنني القول؟ نعتقد أننا إن قمنا بأخذ موقف سيؤثر ذلك بالسلب على حياتنا، لذلك نصمت. أما هنا إذا رأينا أمرا خاطئا نتحدث، نذهب للشرطة أو للأخت الكبرى سامبات. هذه طريقتنا في العمل. وهكذا بدأت هذه الحركة بعشرات النساء فقط. أما اليوم فيقدر المنتميات لحركة غولابي بالآلاف في مختلف ولايات الهند، ومع ذلك يمكن أن يتغير عدد العضوات الناشطات، ومن الصعب تقديم عدد دقيق نظراً لأنها تعمل كحركة غير مركزية بدون متطلبات عضوية رسمية. كنا نثق في أنه إن واجهتنا أي مشكلة ستتدخل أختنا الكبرى. النساء من ضحايا العنف المنزلي والأذى بشكل عام، تذهب سامبات إلى منازلهن وتتحدث معهن لتحاول حل المشكلات بشكل مناسب. هناك بعض الرجال مدمني الخمر يبيعون الأواني الخاصة بهم لتسديد ديونهم. هؤلاء الأشخاص تعاقبهم الأخت الكبرى ليحسنوا من أنفسهم ويهتموا ببيوتهم. أينما يكون هناك تجاوز في حق النساء تجد أختنا الكبرى تحقق العدالة والسلام. هي وفرقتها من النساء اللاتي يرتدين السارية الوردية ويحملن العصا لم يكتفين بمحاربة الظلم والفساد فقط، بل يواجهن ضباط الشرطة والمسؤولين الفاسدين وأزواج النساء العنيفين.
عصابة غولابي نظمت أيضاً مظاهرات من أجل تحسين الطرق وتوفير خزانات مياه نظيفة إلى جانب الاحتجاج على العنف الموجه ضد النساء. إن كان هناك أي سياسي أو أي مسؤول فاسد أو حتى مسؤول على مستوى القرية يستخدم سلطته ضد النساء فأنا ضده. نحن نحمل العصا بأيدينا دائماً، شعارنا لكل فاسد هناك عصا الداندا، ولكل باحث عن العدالة فنحن له إخوة. تؤكد عصابة غولابي أنها تقف بشكل ثابت ضد الظلم الاجتماعي وتعمل بشتى السبل لتحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي للنساء، فهي تقدم المأوى للأرامل وتضغط على السلطات لأداء واجباتها وتوزع الطعام في المناطق المحرومة وتعلم فنون الدفاع عن النفس للنساء، كما تساعد ضحايا الاغتصاب على الإبلاغ والحصول على العدالة. تتنوع وسائل تحقيق هذه الأهداف بشكل كبير، من جلسات الصلح إلى الاحتجاجات، ومن التعاون مع السلطات المحلية إلى معاقبة مغتصبي النساء باستخدام عصي خشبية. أريد أن أضم كل النساء المعنفات لعصابة غولابي. إذا أهانكن أحد وجعلكن تعانين فسنقاتل معا، لن يؤذكن أحد بل ستعيشون بسلام. احملوا العصا وكونوا جزءا من عصابة غولابي وامشوا معنا. ولكن ألح علينا سؤال مهم، ما نظرة الرجال لهؤلاء النساء في هذا المجتمع التقليدي؟ للإجابة عنه تابعنا عصابة غولابي في جولتها في السوق المركزية. أعرف سامبات بال رئيسة عصابة الغولابي منذ عقدين تقريباً، فنحن من نفس القرية ونلتقي كثيراً. ينصرنا الضعفاء بشكل غير تقليدي، بل ويقدمنا عرضاً ممتعاً وكأنهن جزء من فرقة روك مشهورة كل الأعين عليهن، فهل هي نظرات إعجاب أم هناك أمر آخر؟ إذا لجأت إليها طلباً للمساعدة فبلا شك سوف تساعدني. معاناة المرأة في هذا المجتمع ليست غريبة على سامبات بال، فقد تزوجت في سن 12 وحملت العصا عندما بلغت 16 عاماً. لم أكن سامبات بال قبل اليوم، كنت مجرد امرأة عادية، ولم تكن هناك عصابة غولابي من قبل، وحتى إن وجدت في وقت سابق لكنت فعلت الشيء نفسه. سأرسل الناس إلى السجن بنفسي، أفكر في ذلك كثيراً. انظر، بناتنا يدرسن الآن ويتلقى أولادنا وبناتنا التعليم، ونأخذ زوجة ابننا إلى منزلنا، ومنزلنا أفضل بهذه الطريقة، والأمور على ما يرام. لدي 4 بنات وابن واحد اسمه كامتا براساد، وهو متزوج أيضاً. انظر، هذه الفتاة ستصبح زوجة ابني، وزوجة ابن هذا الرجل. سوف تتزوج ابني الذي ليس هنا، سوف تضيء منزلي بعد عام من الآن. عائلتها متعلمة جداً، لذا علينا أن نفكر قبل أن نتحدث. علمونا حتى نتمكن من التحدث. علمني قبل أن أخطئ في قول شيء مثل كيف حالك؟ كيف تقولها؟
لقد صنعت حياة جيدة لأسرتي، وساعدني هذا في تحقيق الأمر نفسه لعائلات أخرى. يقول الناس أن تغير أولاً في منزلك قبل أن تحاول تغيير ما في الخارج. أعد لي كوباً من الشاي. نعم، قمت بالتغيير في منزلي أولاً ثم خرجت. في العام الماضي قامت مجموعة من رجال العصابات بقيادة شخص يدعى ثاكور بالاستيلاء على أرضنا بشكل غير قانوني. زعموا أنها كانت لهم وليست لنا. بدأوا البناء بالقوة ووضعوا الطين والحجر في غضون 15 يوماً. لحسن الحظ ذهبت سامبات بال وأوقفتهم، وأوقفوا أنشطتهم مؤقتاً في الوقت الحالي. عندما حاولنا بناء منزلنا على أرضنا، تدخل ثاكور وعصابته مؤكدين أن الأرض ملكاً لهم، ومع ذلك فقد منحتنا الحكومة هذه الأرض بشكل قانوني منذ 25 عاماً، وهي ملكنا الشرعي، نحن بحاجة إليها من أجل لقمة عيشنا. في حين تجول فتيات غولابي في أرجاء المدينة، تستقبل سامبات بال بعض السيدات في منزلها لتستمع لمشكلتهن. كانت عنزتي تأكل القمح من منزل سيدة، فقامت هذه السيدة وهي من طبقة البراهمة بإمساك العنزة وربطها داخل منزلها، وبعد مرور بعض الوقت أخذت العنزة خارج المنزل وربطتها هناك. ذهب صهري ليأخذ العنزة ثم عاد إلى منزلنا وربطها. بدأت السيدة وابنها الأصغر يسيئان معاملتنا بشدة. أحضرتني سامبات إلى مركز شرطة جيروا، وهناك غضبت من الضباط وسألتهم عن سبب عدم فتح بلاغ ومساعدة الفقراء الذين هم بأمس الحاجة إليها. فأجابوا الشجار مع زوجتي سياسي. ردت عليهم سائلة: أي نوع من السياسيين هو؟ إذا لم يتمكن من مساعدة المحتاجين الذين يخافون، إذا لم تستمع إلى الأشخاص المحتاجين فسترى ما سأفعله بك. ومن هنا ساعدتنا سامبات بال وعصابة غولابي، وقمت بالإبلاغ عن كل شيء. نعرف أنه عندما يواجه شخص مشكلة ما، فإن الأخت الكبرى سامبات بال تتدخل لحلها. أينما يوجد أي عنف أو ظلم ضد المرأة، فإن الأخت الكبرى تجلب السلام وتسعى إلى العدالة. أريد القول إن القضاء والحكم يجب أن يكون منهم، وكل النفقات يجب أن تكون منهم، حتى لا يستطيع أحد إجبارهم على الركوع، فهي الشخص القوي. هربت تلك الفتاة مع شاب يكبرها بثماني سنوات لاعتقادها أنه ميسور الحال، لكنها اكتشفت في الليلة الأولى لزواجها عكس ذلك. فعادت صباح اليوم التالي لعائلتها. طلبت الفتاة من سامبات بال التدخل لإبطال الزواج. في أعين كثيرين قد تكون سامبات بال مثالاً لامرأة متمردة على الأعراف الاجتماعية، لكنها رغم ذلك لا تخفي تمسكها بتقاليد كثيرة كما تفعل مع هذه الشابة حين تحاول معرفة عمرها من ذراعها. ففي الهند لا يصبح الشخص بالغاً حتى يصل لعمر 18 عاماً، لذا
يعد الزواج باطلاً لأن الفتاة لم تبلغ هذا العمر بعد. قد تتمسك عصابة جولابي بأنها ملتزمة بتحقيق العدالة، لكن لا يشاركها الجميع الرؤية نفسها. فأساليب هذه المجموعة التي تشمل في بعض الأحيان المواجهة المباشرة وحتى العنيفة تثير تحفظات لدى بعض المفكرين. لدى الإدارة الكثير لتجيب عليه، رغم أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتغلغل في المجتمع، إلا أنها لا تزال بعيدة عن القضايا الفعلية التي تحتاج إلى حل. في هذه المرحلة شعرت الحكومة بالقيود، وكان لعصابة جولابي نهجها الخاص، وكانت لها علاقاتها داخل الأسرة وداخل المجتمع، يمكنهم إدارة الأمور بسهولة بالغة، يتعرفون على المشكلات منذ بدايتها. الحكومة لديها قيودها، فهي لا تستطيع الوصول إلى مستوى القرية دائما، وفي الحقيقة هم غير موجودين. أما عصابة جولابي فهي من المجتمع، فهم يمكنهم في الواقع إدارة المشكلات بشكل أسرع من المسؤولين الحكوميين. هو نظام موازن، وهو نظام غير دستوري أو لا تشرعه أحكام البلاد. نحن نعلم أن الظروف الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع يمكن أن تثير ردود فعل لدى المواطن، وفي هذه الحالة كانت هذه استجابة نسوية تجاه ظروف المرأة في هذا المجال، وشملت أشياء مثل العنف المنزلي وعدم وجود حقوق وامتيازات وفرص للنساء. يمكننا أن نرى أن هذه كانت ظروفاً سيئة للغاية وفقيرة للغاية تعيشها النساء، فكان من المناسب أن ينزلوا بأنفسهم إلى الشارع ويطبقوا القانون بأنفسهم ويحسنوا من أوضاعهم. لقد جعلت عصابة جولابي وجودها واضحاً، لذا يجب عليها أن تعدل بطريقة ما موقفها التصادمي، وعليها الآن أن تحاول التوافق مع أفكار وسياسات الحكومة. أنا سعيدة جدا، وأعتقد أن كل امرأة يجب أن تكون سامبات بال. فقط أريد ألا تهزم عصابة جولابي أبدا، ولن يحدث ذلك. سيظل هذا الاسم قائما إلى الأبد، وأنا أرى ذلك.